الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أحبتنا في الله، الإخوة والأخوات، سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وفي هذه الدقائق المباركة التي من الله علينا فيها بإسلامنا بأن جعل الجمعة فرضا حتى يتواصل المسلمون فيما بينهم ولا ينقطعون، وهذا سيبقى إلى يوم القيامة بإذن الله شوكة في حلق أعداء الدين لن يستطيعوا إيقاف هذا التواصل. أسأل الله أن يعيذنا أن نكون مقصرين في هذه البركة. عنوان رسالة بسيطة جدا، أنا أخاطب جمعا من الرجال ومن الوجوه التي أرى ففي الأغلب غالبكم متزوج عنده أولاد، وكثير ممن يأتي لا يأتي إلا حرصا على أولاده، فسأحدث عن شيء بسيط عن دور الأب في علاقته بأولاده بفكرة بسبب حديث نبوي اطلعت عليه وقرأته على أحد المواقع مع تعليق لأحد الدعاء البسيط، فتح في ذهني رسالة طيبة لعلها تكون إن شاء الله سببا في أن نتعاون على شيء من الخير. الحديث إسناده صحيح، الصحابي أبو أمام الباهلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى آخر الحديث، حديث عجيب، ثلاثة كلهم ضامن على الله، رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة، بمعنى النبي عم بيخبرنا عن الفئات اللي وضعها بين قوسين fully secured، حقهم عند الله مضمون 100% لا يمكن أن يضيع. إذا خرج رجل غازيا في سبيل الله دفاعا عن ثغر، دفاعا عن عرض، عن شرف، عن أمة إلى آخر هذه دفاعا عن شرف، دفاعا عن أمة، خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله. يكمل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة هذا الغازي. قال ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من الأجر، هاي بشارة لأهل المساجد، حكم شرعي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي. هذا الموضوع ما فيه لا اجتهاد عقلي ولا في أظن ولا رأي ولا رأية ولا أنا حاسس ولا أنا شاعر، في وحي. مع هذه رسالة لجماعة أنا أظن من وجهة نظري لا مش هيك الحكم لازم يكون، الذين يتفلسفون على ربهم وعلى شرعهم فيش فيها لا أظن ولا أنا هيك حاسس ولا قلبي بيقول لي، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخرج إلى المسجد بنية الصلاة هو في وضعية مسجل عند الله ضامن، الله يضمن له إن مات أن يدخل الجنة. شوف أنت يعني التوقيت واحد ومش بسيطة يا أخي، مش بسيطة، حفاظ على الذهاب للمساجد ليس أمرا بسيطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. واحد يقول يا زلمة بسيطة، لا والله ما هي بسيطة، دائما مستعجلين نحن، السلام عليكم السلام ورحمة الله، شغل السيارة ألو بقى تلفونات، هذا لمن يريد الحرص عليها بتضيع منه مرتين باليوم أو ثلاثة، فكيف نستعجل فيها؟ هو ليس هو لما يضع الأمر نظنه سهلا، يا أخي بسيطة حافظ عليها ضمنت الجنة، ما هو حافظ عليها، ولن يحافظ عليها إلا موفق، ولن يوفق إلا من قصد وأراد وكان صاحب هم وهمة والله مطلع على قلبه، فالموضوع ليس بهذه البساطة لكن أيضا ليس معقدا، لكن نضع الأمور بأوزانها. نكمل الحديث يقول أو رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من الأجر. الآن موضوعنا، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله، في رواية دخل بيته فسلم. يعلق أحد الدعاء تخيل دخولك على البيت بنية إشاعة الأمن والود والسلام
إذا كان هذا الطبع جزءا من حياتك فقد ضمن الله لك دخول الجنة. واحد يقول يا زلمة هي سهلة، لا والله ما هي سهلة. إذا عندك خمسة ثلاثة منهم كل يوم يتشاجرون، والأم بتتحلف بجية الأب الغول مشان بيقوا سنة طعم قتلة، ومش راح يتربى إلا لأكسر رأسه للولد. براكتيكلي أليس هذا ما يحصل في البيت؟ شوف التحدي. الله يضمن لك الجنة إن كنت بدخولك سببا لدخول الأمن والسلام في البيت. طلع مبسطها وطلع التحدي. يعلق أحد الدعاء بدأ أقرأ، الله يجزي الخير الذي نبهني لم يذكر اسمه، بعد ذلك أريد أن أضيف ما أريد. يقول هذا الداعية: دخل بيته وهو يحمل الأمن والأمان والسلام والسلم إلى أهل بيته وهو قادم لهم من الخارج، ولم يأخذ معه هموم ومشاكل ما يلاقيه في الخارج. يتم عم يعطي تفسير إيش يعني هذا الضامن على الله دخل بيته بسلام، وفي رواية دخل بيته فسلم. يعني الباكج كلها تبتدئ من نية وقصد أن لا أكون إلا سببا في إشاعة الأمن والسلام في داخل بيتي. عم نحكي على بيتك الآن، زوجتك، أمك، أولادك، أهلك، أطفالك. تخيل موضوع ما أبسطه من زاوية. يكمل هذا الداعي يقول: قبل دخولك البيت، يعطي وجهة نظر أو استوقفتني وهي التي جعلتني أجعل الخطبة كلها على الموضوع. يقول هذا الأخ: قبل دخولك البيت، شو ما أحلى هالموقف، قف في الخارج دقيقة. قال: خذ نفسا عميقا ثم استغفر الله قبل ما تدخل. خذ نفسا عميقا ثم استغفر الله وقل لنفسك: أولادي ليس لهم سواي بعد الله، فلا تدخل عليهم بالغضب ورفع الصوت والعقاب المنتظر. فإذا لم يفرح أولادك خطأ أحمر لا فإذا لم يفرح أولادك لعودتك ويسارعون لاستقبالك فاعلم بأنك أب يتيم. كلام خطير. فاعلم أنك أب يتيم. الذي أثار حفيظتي لأتحدث عن هذا الموضوع أكثر أن منذ بضعة أسابيع كثير منكم يعلم في خضم الحديث عن موضوع الهوم سكولينج أو الجروب هوم سكولينج، وستسمعون إن شاء الله بعض التفصيلات عنها، وستكون هناك دعوة لمحاضرة إن شاء الله بإذن الله أو ربما سيعلنون عنها بعد خطبتي. موضوع الجروب هوم سكولينج لمن يريد أن يحمي أولاده من تغول منظومة الببليك سكولز بطريقة مرعبة. أنا أجزم ولو أني أقسمت فلن أحنف أن 90% على الأقل مننا لا يعلم ما الخطة وما الفلسفة وما المنطق وما المناهج التي يتم تخطيطها لخطف عقول وقلوب أولادنا. والله يعني من اطلع اقشعر بدنه. فاستفزني مثل هذا الأمر، أقول ما القلعة التي بقيت لنا؟ 90% من المسلمين أولادهم في الببليك سكول. بابليك سكول ماذا تقدم؟ تقدم لعب، فاسيلتيز، راحة، علاقات اجتماعية، انفتاح في العلاقات مع الآخر، افعل ما تشاء كيف ما تشاء متى ما شئت، والتنجيح تلقائي للصف الثامن. أحلى من هيك السوشيال كلاب شو بدك؟ بنروح عند ماما الغولة وبابا الغولة. شوف المقارنة، بابا الغول وماما الغول يسوي ولا تسوي واعمل لا تعمل، في المقابل أستاذ الرياضيات النايس الكول اللي بيسأل عني ملحد. فهمت المعادلة؟ ما أخطرها، انظر ما أخطرها. مين اللي بيصيح علي؟ بابا. مين اللي بيبهدلني؟ بابا. مين اللي بشعر معاي لما أكون زعلان لأني مش عارف أنقي الجيرل فريند تبعتي في المدرسة؟ معلمة الفيزياء. فالأمر خطير أكثر ما تعتقدون يا أخوة، أكثر ما تتخيلون. يخطف العقول والقلوب. فهذا الأمر طبعا أمر ضخم، سيتم ناقشته إن شاء الله يوم الأحد هنا لمن يريد الانضمام لمجموعة فكرة الهوم سكولينج. لكن أنا موضوعي ليس الهوم سكولينج، أنا موضوعي قلت إذا كان العالم بإعلامه بالسوشيال ميديا تخصيصا وعبر وسائل اللي كنا نقول فيسبوك، صار الفيسبوك ملائكة، اليوتيوب صار الآن كأنك عم تدخل على مكة. ده تقارن بين اليوتيوب والتيك توك، اليوتيوب مكة والله،
وكل شوي يخرجون بطريقة يخطفون أولادي. الفرق الكورية، المسلسلات الكورية، كنا قبل 20 عاما نشكو من المسلسلات الإسبانية المدبلجة. كنا جيلي يقول في مسلسل إسباني مدبلج مؤثر جدا على الجيل. هؤلاء تقريبا صحابة إلا شحطة، صحابة إلا شحطة. الآن من يدخل عالم السوشيال ميديا، وكلكم يمكن سمع عن الميتا ومستر مارك زوكنبيرغ، ما الذي يعني؟ طبعا موضوع الميتا وموضوع العالم الافتراضي ليس جديدا، إلى فوق 15 سنة بيشتغلوا فيه في شركات، لكن سيصبح وضع طبيعي حيث أنه ابنك أو ابني، أنا وأنت ربما لا نتأثر وقد نتأثر، لكن النظارة الافتراضية مع المجسات حينما يرى كل شيء حوله العالم الافتراضي سينقطع عنك تماما، لن يجلس معك أصلا ولن يراك أصلا. ولست كنا نقول بابا ATM، الآن إشي أقل من ATM راح تكون، لن يجلس معك ولن يراك. طب الحل، إحدى أبسط الحلول نبتدئ من هنا. من لاحظ قال ضامن على من دخل بيته بسلام. طب موضوع السلام موضوع عقلي ورياضيات ولا موضوع نفسي وجداني قلبي أحاسيسي مشاعري؟ أنت تقول أنا لا أشعر بالأمن، لا ما بتقول أنا لا أعتقد رياضيات بالأمن، تقول أنا لا أشعر بالأمن. فهو موضوع إيش؟ وجداني نفسي عاطفي أحاسيس مشاعر. طب ما المطلوب مني؟ ما دمت قد قررت أخي الكريم، ما دمت أنا وأنت ونحن جميعا، والخطاب أيضا للأخوات لكن الآن موجه للرجال أكثر، قررنا أن نتزوج. الزواج ليس علاقة متعة عاطفية وجنسية فقط مع الشريك، لا، هذا الله خلق فيه لأجل الجاذب، لكن المسؤولية الأكبر أن يجعله في الأرض خليفة واستعمركم فيها وفي يوم قيامة وفي بقاء للذرية، وجعل هذه الشهوة أو العاطفة لأجل بقاء الجنس البشري. لب القانون الأساسي الذي يحكم كل فكرة الزواج هو تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة، أعطاك واحدة من أبرز صور تحمل المسؤولية، الإنفاق. شو يعني إنفاق؟ يعني أطلع أشتغل، يعني أتحمل المسؤولية. فطب جاء الأولاد، دخلنا في مرحلة المسؤولية الأخطر، لو اختلفت أنا وزوجتي لا قدر الله، لكن في الأخير دخلنا في شراكة عبر عقد، ما هو عقد الزواج، عقد هو عقد اسمه عقد النكاح، له شروط لي وعلي ولها وعليها. طب اختلفنا، أبغض الحلال، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يستر عليه ويستر عليها، وكفى الله المؤمنين شر الفتان. لكن إذا جاء الأولاد المعادلة اختلفت تماما، فيش فيها ولا بطلت، فيش فيها أنا غيرت رأيي. إيش غيرت رأيك؟ هذا إما يدخلك الجنة ويدخلك النار. طبعا موضوع كبير والأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث لما كانت له بنت فربها، من كانت له بنتان فربهما، فأحسن تربيتهما كانت له عتقا من النار. مسؤولية، شوف رب أحسن التربية، والتربية كلكم صار يعلم ليست أطعام وشراب، التربية ليست أطعاما وشرابا، فما ندير بعنا، لأنه الدولة بالطعم بتشرب. وكثير من الدول الغربية الآن سبب من الأسباب، وبعض المصرحون حرصهم على المجيء باللاجئين ولا يخفون هذا الموضوع، بدهم أولادنا باختصار. أما زال هذا يخفى علينا؟ فكروا سألين عنه وعنك ختيارنا إحنا، بس بدهم أولادنا باختصار، بس أولادنا بيضلهم بهويتهم، بيخدموا بيدفعوا ضريبة بيشتغلوا بما أحل الله، بس ما تنمسخ هويته. كيف تنمسخ هويته؟ إذا انقطعت العلاقة النفسية والقلبية والوجدانية والاحترام بينك وبينه بالدرجة الأولى. عشان ما تقطعها هذا العش، عش الزوجية البسيط، لازم أن يتحول إلى واحد أمن وأمان وسلام بالنسبة للولد والبنت باختصار. أقول لك إخوانا المصريين بأربع عبارة عندهم لهجتهم، من الآخر، هات من الآخر، نقطة البدء في السيطرة، بيتك واحد أمن وسلام. هذا الحديث يعطي مؤشر على الموضوع، طبعا الموضوع كبير وفيه تفصيل كثير جدا جدا، أعطيكم من تجارب خلينا نقرأ فقط
الحديثين سريعين جدا يعطونا مؤشر هيك بسيط، بعد ذلك نعطي بعض النصائح اللي من التجربة الشخصية، مما استمعنا، مما استفدنا، مما قرأنا، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا لا نخرج من هنا إلا وأخذ كل منا قرارا أن يكون بيته بإذن الله واحد السلام رقم واحد. مش غلط يكون في واحد سلام أخرى، رائع الخالات والعمات الجيران رائع رائع، لك رقم واحد ما لا يجوز أن يكون إلا كذلك هو بيت أبو أمه، لأنه إن وجد الأمن والسلام في بيت آخر فهذه كارثة. طب الآخر قد يكون ملحدا، الآخر قد يكون إباحيا، الآخر قد يكون مجرما، الآخر بما لا تتعب، وكيف يضيع الأولاد عبر هذه الأبواب؟ يأخذوهم مش بقناعة العقل، دير بالك. يعني أمثالي وأرى من الوجوه من يجلس مع كثير من اليوث نعاني من مشاكل فكرة الإلحاد وترك الدين والردة. نقطة الأول، أحب أستاذ العلوم، أحب ركز، أحبه مش اقتنع، أحبه. فإذا أحبه لذلك وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوي. لما تحب شخص مش تأخذ منه، وهيك الله خلقنا سبحان الله. على كل حال أذكركم بأمر قلته مرارا لكن من أقوى حديث البخاري في الحديثين أو الروايتين لنفس الحادثة، ما بفرق، حديث الأقرع بن حابس، احفظوه لأنه هذا 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 يبنى عليه فلسفة تربوية. أقرع بن حابس صحابي أعرابي أسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلفية الثقافية عنده بيئة الصحراء الصعبة. كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، سلوك طبيعي يومي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، يأخذه يضع بحضنه يقبله. فهذا الأعرابي بتربيته الصحراوية شو قال له؟ قال أتقبلون صبيانكم فإننا لا نقبلهم. يعني رآها أنه عيب في الرجل، الزلومية تقتضي ما تظهر هذه العاطفة. ما زال بعض البيئات العربية موجود في هذا الأمر إلى الآن. قال أتقبلون صبيانكم فإننا لا نقبلهم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام خطير، قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إيش عمل لك؟ إذا الله أخذ الرحمة من قلبك فقط، عدم الضم والتقبيل سماه عدم رحمة فقط فقط. فكيف إذا بسألش فيه أصلا؟ طب كيف إذا بضربه؟ كيف إذا بأنبه؟ وكيف إذا بهينه؟ يوميا مركز الإهانة هو أبوه، أمرك ما بتفلح يا كذا، أسماء حيوانات، أنت كذا، والله الحيط صار، شوف ابن عمك، شو 24 ساعة. إذن قطعت الصلة خلاص، سيبحث عن مصدر راحة طمأنينة قلبية أخرى. وهذا ينطبق على البنات بالنسبة للأمهات، لكن موضوع اليوم الرجال أكثر. فحديث آخر، كان أعرابي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء، قبل حسن والحسين، عادة عنده دائما يفعلها، مش شيء مرة بالعمر، لا لا تكرار، ربما 20-30 مرة في اليوم. فرآه الأعرابي نفس ردة الفعل، قال أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد، طبعا الولد تطلق في اللغة العربية على الذكر والأنثى. قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. بفتخر فيها يا جماعة. يعني كيف يقول لك احنا عندنا ما بنعمل هيك؟ من باب الافتخار ومن باب انه مقصر؟ لا 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 لا. قال اتقبلون فان العشر ما قبلته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. هاي سياق الحديث، كلمه من لا يرحم لا يرحم هنا جاءت في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عم بيحكي مع حاكم ظالم، النبي لم يكن يتحدث الى فرعون ولا الى ابو جهل، كان عم بيحكي مع اب صحابي يرى مفخرة أنه طبعا لا يقبل أبناءه، إيش يعني؟ لا يظهر لا ود ولا عاطف، ولا يجلس معهم، لا يضمهم، ما بيسأل على أحوالهم، ما بيأخذ من باب أولى، من باب أولى، عنفة حمية، كلها تقاليد جاهلية لا علاقة الإسلام بها. فقال من لا يرحم لا يرحم. والحديث الآخر ذكرته كثير أقوله، وأختم لب خلينا نقول الأحاديث لأعطي نصائح سريعة جدا عملية بإذن المولى عز وجل. حديث أنس رضي الله عنه اللي بحبه جدا أنا هذا، طبعا حديث أنس لوحده، أنس مدرسة لأنه خدم النبي 10 سنوات. يعني لو جمعنا حديث أنس بن مالك لوحده فقط بالعشر سنوات الأحداث اللي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تصنع منهجا تربويا كاملا. واحد منها العشرات والبيئات الأحداث، ولد صغير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة في الوقت الذي كان يقيل فيه من القيلولة اللي هي غفوة الربع ساعة هاي. قال فخرجت فإذ بالصبية يلعبون. قال فقلت في نفسي النبي صلى الله عليه وسلم في قيلولته فلا بأس أن ألعب قليلا مع الصبي. يعني ولد بديع، يعني شيء طبيعي جدا، رب خلقه
طبيعته يعشق اللعب وصغير، قال لك خمس دقائق لعب ايش تفرق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بده يحس اصلا هو نايم، خمس دقائق مش حتفرق ببساطه، لم يرتكب جرما. المهم قال: فاخذت العب مع الصبيه فرفعت راسي فاذ برسول الله واقف عندي. شو المشهد؟ قائد الامه الاسلاميه، الزعيم العسكري والمدني والسياسي، بعث موظفا عنده في مهمة سرية. هيك تفهمها أنت، الباعث مش فقط رسول الله، القائد، الرئيس، الزعيم. مين أنس في هذا الدور؟ سكرتيره الخاص. يعني الموضوع مش مزحة، تخيل أعظم شخصية في ذلك الزمن عم تبعث سكرتيره الخاص روح سوي مهمة سرية بغض النظر شو هي، فطلع يلعب. الوضع الطبيعي، التهيؤ النفسي عند أنس إيش؟ باللغة البسيطة يفترض هو شعوره صلى الله رضي الله عنه حاسس انه الان لو المسح فيه البلاط يعني عامل جريمة اجتماعية اخلاقية سياسية امنية لا. فشعوره يعني استنى، انا وضعت نفسي وانا اسمع الحديث، شعرت نفسه، وضعت نفسي امام انس، طلعت تخيلت النبي هو ينظر، نزلت راسي وعملت هيك، يعني بدي اكل الصفعة اني استحقها. البعدل هو يتوقعها، تخيل. قال: فإذ برسول الله يقف بينها. شوف شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة لك. قال: فسلم على الصبية. شو أول إيش عمله؟ سلم، السلام عليكم يا أولاد، كيفكم يا حلوين. قال: ثم نظر إلي وابتسم. قال: ثم نظر إلي وابتسم. فقط نقطة، ما فعل شيء بعد. بهدلة يوق صفر. ولك مش أنا اللي بعتك، ولك اللي ما بتستحي وكذا. ما كسر نفسه أمام الأولاد، ما صرخ عليه، ما أظهر غضب، مع أنه يستحق بالمناسبة. يعني هو لو فعل بأعرافنا الاجتماعية هو يستحق، هو مقصر في أداء واجب خطير للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد واجب مهم. كيف قاعد تلعب؟ يعني حتى لو حكى له بس يا أنس، طب كيف بس قال له يا أنس، طب أنا لما بعثك يا أنس بس هاي الكلمة بس، هي حتى هذه لم يفعلها. قال: وصلت الرسالة. ما هو كما يقولون ذايب بثيابه، هو خلص إيش بيسوي؟ يطلع من جلده خلص، انتهى الموضوع، لا تزد عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقوى. أنا أتحدث معكم أستحضر عشرات الحالات من الشكوى التي تأتيني من الآباء والأمهات، أقصد من الأولاد على آبائهم وأمهاتهم. تتخيلوا أن في شاب هنا الآن في كندا الآن عمره 29 سنة، من 10 سنين أبوه بضربه شبه يوميا، بطلعه يشتغل وبيأخذ فلوس منه هنا في كندا. طب هذا لو ذهب إلى الكفر والإلحاد والإباحية والزنا والدعارة، هذا بالمفهوم البشري وين تلومه؟ أنا بقدر أحكي معه هذا، أقول له اسمع الدين، قل لي أنت على دينك على شرعك، لا يريد. طب من وين الضغط في عملية البيت؟ يا أحبة، البيت هو الموئل الأول والأساسي والنهائي منه. لذلك إحنا موضوع تقديس العلاقة الزوجية، ليش نعش؟ بده ينتج عنه هذا الخير إذا تثبتت الفتاة. طبعا لو بدي افتح لسه موضوع البنات وعلاقتهم بامهاتهم موضوع ثاني، لكن لاننا مقلون من الحديث عن الرجال بوضعهم البيت، دائما نقول المراه والمراه صح، بس في دور الرجل الامن الخارجي اللي بيجي من برا يحيط البيت ويعطيه الامن، ما يكون اول دخولك. يعني نصائح سريعه جدا حتى اتاخر على بعثهم. يا احبة، الاخ هنا اللي قرانا عنه الله يجزيه الخير قال كلام رائع جدا، قف دقيقه استغفر الله وذكر نفسك اني انا مصدر الامن والسلام للبيت اللي جوا. طب جاي متوقع مرتك زعلانة وكذا، أول ما تدخل اسمع أولادك وبكفي، وبعد هيك أنا ما بصبر، أنا ما خلفت مشان أنا هذا إلى آخره. ابتسم، معلش خذها بحضنك وضمها، الله يعطيك العافية ويجزيك الخير ويكرمك، والله إنك عراسي من هون وتستاهل، بس شو رأيك بعد شوي امتص. ما يكون موقفك يا أخي إحنا الإسلام ما بكفي تعبانين برا ونرجع، لا لا لا، أنت الرجل لا تتحمل،
ربنا علمنا بالقرآن يا جماعة. فوسوس لهما فأكلا منها، ولما ربنا حمل المسؤولية قال وعصى آدم. زلمة بدك قوامة تحمل القوامة اللي تيجي ببلاش عدم المؤاخذة. يعني بدك القوامة بكلمة طلق وكلمة تزوج بس فقط لأنك رجل ذكر؟ لا، الرجولة شجاعة، الرجولة مسؤولية، الرجولة موقف، الرجولة تحمل. طب إحنا بشكل عام نقول النساء تبكي على كل شيء، هو جزء من طبيعتهم ولا تعاب، لكن الرجل لا يبكي على كل شيء. لو كان الجالسين في المسجد الآن مجموعة من النساء وخرج فأر أو صرصور وقامت كل النساء وبكت وخافت، هل تلام إحداهن؟ ما تلام، لكن عدم المؤاخذة لو طلع فأر الآن كلكم نطيتوا الآن بسميه، ما هي تحكفه ما لا رجولة لا تقبلها، ذكورة لا تقبلها، مش رجولة. إيش صرصور؟ أي واحد فينا بيعمل له هيك انتهى الموضوع خلص. أنت بطبعك بطبعك الله خلقك يتحمل المسؤولية، بطبعك الله خلقك الجبهة الخارجية وكتف المحامل وجمل المحامل هو أنت الزوج، ولا ليش أعطيتها أو لماذا كلفت بالإنفاق وكلفت بأن تموت لأجل الشرف والعرض وكلفت بالجهاد وكلفت بالجهاد؟ ليش المرأة لم تكلف كل هذا؟ طبعا يا ليت النساء اللي عم بصرقوهم الليبراليات والنسويات يستوعبنا هذا الكلام، لكن الخطاب للرجال الآن. بناء على ذلك مسؤولية إشاعة الود والأمن والطمأنينة في البيت هي مسؤوليتك الأولى. بس زوجتي عصبية، أنت بدك تمتصها، هي كلمة ابتسامة منك يا بي عليك وأنت معصبي والله إنك ملك الجمال. إيه عجل والله بتبطل زعلان وخلاص، قسما بالله يا جماعة الموضوع يعني مش أمر مو معقد، بس أنت تكون ماخذ قرار. أنت مش باخذ قرار ايه اي ما بكفيني المشاكل اللي برا، انا برا الناس مجنيت انت هون طب طب عليك. لن يفرح احد اكثر من ابليس، وتعرفوا الحديث المشهور جدا ما زلت حتى زنى، ما زلت راه حتى سرق، حتى قال حتى فرقت بينه وبين قال فيدنيه ابليس يرسل الى القصه كبيره. الرساله التي اريد ايصالها هي فقط بدي ارجع اعيد عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس احنا بدنا نكون باذن الله نطلع من هنا نعاهد الله يا اخوه ايها الرجال ايها المتزوجون وايها الاب، حضر في نفسك ما معنى مسؤوليه ان تكون متزوجا. هو ليس ان تبحث عن فتاه جميله فقط وتتوافق معها ضمن رؤيه معينه وانتهى الموضوع، يوجد وراءه عش زوجية أنت مسؤول عن هذا البيت، إما أن يدخل الجنة بإذن الله ونكون جميعا أهلها، أو لا سمح الله إن دخل أحدهم النار بتقصير منك فأنت مسؤول. لذلك ربنا قال يا أيها المصطفى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واجب. الحديث أذكركم فيه ثلاثة كلهم ضامن على الله، رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من الأجر، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. اجعل لافتتك عنوانك هو أني لن أدخل البيت إلا وأنا بدخولي سبب لإشاعة الأمن والأمان والسلام في داخل البيت حبا وكرامة. طب معيار القياس، معيار القياس، أيفرح أولادك لدخولك أم يتضايقون ويختفون؟ هاي معيار تفحص نفسك فيه لما تدخل البيت، بقولهم بابا بابا بابا، حتى لو الكبار حتى لو المتزوجات بيجوا بيقبلوك بيسألوا عنك ولا كل واحد بيجلس مكانه؟ أرجوك حتى لو كنت ما فيش تأخر أعد وأصلح، ارجع في عشرات الطرق لإعادة هذا الجنة، هذه من ضمن جنان الدنيا التي من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا ويعافينا ويعافينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. أستغفر إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.